متعلق هذا السؤال عن تدجنة الأطفال لدى داعش وتدجنة الأطفال لدى الحشد، كلاهما نفس الضرر. في الواقع طيب. يجب أن تلتزم الحكومة ويجب أن يلتزم البرلمان أيضا بالضغط على الحكومة لتفعيل حقوق الطفل بعدم الخراطة. حسب رصدكم غير الصور، أكو مؤشرات، أكو أدلة أنه يتم تجنيد مقاتلين بالحشد الشعبي دون سند القانوني؟ نعم. أكو نعم. مؤشرات؟ هذا شيء شاع ومعروف يعني للأسف الشديد. خلي طبعا أخذ. العفو أستاذ سعدون، نعم. هو يعني يرافق يعني عملية ذهاب الطفل دون الثامن عشر للدفاع عن العراق، طبعا هو مو مهمته ولا مسؤوليته، مهمة الدولة ومهمة آخرين.